ما الذي حدث في داريا؟ كيف جرى التواصل مع المسلحين ومحاورتهم خلال 4 سنوات؟ وما هي شروطهم؟ وثائق تعرض للمرة الأولى حول تمويل هذه الجماعة، ومن يديرها، ومن يؤثر على قرارها؟ أين ذهبت قيادات المسلحين بعد أن سرقوا الأموال من مموليهم؟ 4 سنوات من عمر داريا إلى أن تم اتفاق المصالحة. أهل البلد، وثائقي يعرض على شاشة الإخبارية السورية.